ورجعنا من جديد مستمعينا ومشاهدينا وما كنتوا تتابعوا فينا حاليا مكملين معاكم انستا ستار لليوم وضيفتنا الفنانة رواد عمر. طبعا لكل من حاب يراسلنا في هذه الحلقة ويوجه سؤال او اي رسالة لضيفتنا لليوم على 80-280 هنقرأ كل رسائلكم على الهواء مباشرة. تحبي نقرأ على طول الرسائل اللي وصلت رويدة؟ طيب في نهاية الرقم 3032 يقول مساء الرقة والإحساس، مساء مرسول للغلاء لأغلى الناس، مساء التألق والتميز لفنانتنا المتألقة في كل أعمالها سواء في التقديم أو الغناء، بصراحة دائما متألق. شكرا يا بكوري، تسلم ربي يحفظك بكوري على المتابعة. أحلى تحية للغالية ودي منورة متألقة من 77-39، تحياتنا لها برضو. في 33 عبدو نقدم تحية لكل طاقم قناة واعد وحبي أغنية روي مسيقو الديو اللي درتوه مع بعض. طيب على سيرة الديو مفيش عادي، هو انت زي ما تعرفني انا مذيعة نشتغل في واعد فن، فكل مرة عندي ضيف كنت مستقبل في ضيوف فنانين يجوا معاي كان في الاستوديو، احنا مقعمزين هيك هيا نديروا حاجه ريمكس، فطلعت بالجو كانت بالجو. ايه؟ فبعدين بدي ان عمل رسمي ونزلتوه على النت، هي من تقطيع من الحلقه يعني من الهيف مش تحت الكواليس. لا لا احمد الشامس قطعها ونزلها. حلو حلو، فودي الصدفة إن في جلسة هيك ما يكونش مع مترتب لها تطلع شيء، يا لحن يا أغنية يا كلمة يا حلو. على سيرة الديوهات رويدة، تفكري ما تدير معها شغل؟ والله حاليا ما عنديش اسمها شمس ناك، إن شاء الله يعني قاعدين نتكلم على عمل جديد تطلع شيء، يا لحن يا أغنية يا كلمة يا حلو. على سيرة الديوهات رويدة، تفكري ما تدير معها شغل؟ والله حاليا ما عنديش اسمها شمس ناك، ان شاء الله يعني قاعدين نتكلم على عمل جديد. من تاني من غير الراب في ولاد اسلام ان شاء الله انتظروا حتى هو عندي معاه. حلو، فكره الديو ديما يعني تحسي ان الاغاني تنجح اكثر ولما يكون فنان بروحه ينجح اكثر؟ أكيد هي كل حاجة لها رونق، يعني لما يغني تغني أغنية بروحك لها رونق، ولما تغنوا خصوصا إن لما يغنوا اثنين يجتمعوا جمهور الفنانين الاثنين. أيه حلو، موفقة إن شاء الله. زوز فئات. تسلم ان شاء الله كل التوفيق ليك رويدة، واكيد انا في انتظار ديوني يعني بصراحة من الفنانات اللي دائما احساسها زي ما يقول اي حد يغني معها. طيب حنمشي لموضوع التقديم البرامج وتجربتك كمذيعة. شفنا أو سمعنا أخبار في الفترة الأخيرة أن كان عندك برنامج جديد يتم تصويره تلفزيوني، فأحكينا على هذه التجربة. جديد اسمه أكسترا فن، حلو، مرئي، حيكون على قناة تلفزيونية إن شاء الله رح تفتتح قريبا. في ضيوف هكي و وكل ضيف معها حكاية. أنا رويدة طبعا هي مذيعة ودائما لما يكون معها ضيوف تحب تطلع سكوب، فعلي اليوم أنا شحيحة شوية فهو برنامج ضيوف والله يعني وصلت المعلومات بحكم إن حتى وفاء هي معدة البرنامج معدة اكسترا فن، تحيات لها، فما شاء الله يعني اعطينك معلومات. لا حنرجع حنرجع وحنطلع هذه المعلومات رويدة، ولكن حاليا المستمع شاهدينا حنطلع فاصل لرفع اذان صلاه حسب التوقيت الحالي لمدى تقبل الله دعاء الجميع. حان الان موعد صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه. لا حنرجع حنرجع وحنطلع هذه المعلومات.